اخبار اليوم. النهارده بنقول النجم عزت علي منور اول فعاليات افتتاح مهرجان دبي السينمائي. تقول ايه النهارده؟ اقول طبعا شيء مفتخر جدا هذا المهرجان، ودي مش اول مره انا احضر مهرجان دبي، يعني دي ثالث مره احضر، وكل مره بشوف تقدم عن المره اللي فاتت. يعني بسم الله ما شاء الله القائمين على المهرجان على وعي كبير جدا سياسيا وفنيا وسينمائيا وكل افرع السياسه والفن. يعني طبعا انت عارف الفن السياسه والسياسه فن بحد ذاته، فانت اما بتكلمي عن الفن بتكلمي عن واقع احنا عايشين كلنا، فما كانش الفن يعكس هذه الصوره. طبعا حضرتك هتكون حريص تتابع الاعمال اللي هتعرض خلال الفعاليات لحد ما طبعا. استاذ علي بتحضر ايه في الفتره اللي جايه ولا لسه شويه؟ ان شاء الله في حاجات كويسه جدا على يعني، بس مش عايز اقول بقى انا حاجات جديده قوي يعني، ان شاء الله في مسرح وفي في حاجات كده سربرايز. خلاص احنا نقول لحضرتك موفق طبعا ومنور المهرجان المشاركه الفنيه المصريه طبعا. ربنا يخليك ويخلي مصر يا رب. شكرا يا استاذ علي.